ونعود للحديث عن الأسواق العالمية، وينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ رائد خضر، رئيس قسم الأبحاث في شركة إكويتي جروب. أهلا بك سيد رائد. أبدأ معك من سوق النفط الذي تراجع اليوم بعد 9 جلسات، قراءتك للتراجعات في أسواق النفط رغم التوترات السياسية؟ إلى حد ما يعني الأسعار النفط ارتفعت بعض الشيء خلال تعاملات اليوم في الجلسة الثانية على التوالي بالارتفاع، في نوع من أنه تبديد المخاوف التي رأيناها مؤخرا على أسعار النفط بإمكانية التراجع أكبر، تتأثر بشكل أكبر بالمتغيرات الجيوسياسية، هي التي تؤثر على أسعار النفط تدفعها للارتفاع بشكل أكبر وتخفف من الداون تريند أو الاتجاه الهبوطي، خصوصا مع يعني نوع من التجاهل للتقارير التي صدرت في زيادة الإنتاج وزيادة المخزون كذلك الأمر. نعم، أيضا في تحليلات اليوم أشارت إلى أن نتائج الاقتصاد الصيني ستدعم صعود أسعار النفط الفترة المقبلة، تفسيرك لهذه التحليلات؟ بلا شك طبعا الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه نوع من البيانات الإيجابية، تعود البيانات الإيجابية مجددا تبدد المخاوف عن تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتزيد أيضا من يعني قوة اتجاه النفط الصاعد، وتزيد من استقراره على الأقل، نحن نتحدث عن WTI استقراره فوق مستويات 44 إلى 45 دولار للبرميل، وهذا إيجابي للعودة مجددا إلى مستويات 50 دولار للبرميل. بلا شك الاقتصاد الصيني في القراءات الأخيرة هناك تحسن في الطلب الداخلي داخل الصين، وبالتالي تحسن في بيانات التصنيع بهدف يعني تلبية الطلب الداخلي، وبلا شك سيؤثر ذلك على الناتج المحلي الإجمالي وعلى أداء الاقتصاد الصيني في الفترة القادمة بالتحول الإيجابي. نعم، نبقى في أسواق السلع، نلاحظ أن الذهب يمكن أكبر المستفيدين من التوترات الجيوسياسية في المنطقة، برأيك أو ما حاجز المقاومة الجديد بالنسبة للذهب؟ طبعا الذهب تمكن من الاستفادة بشكل كبير من التوترات الجيوسياسية نورث كوريا أو كوريا الشمالية والصاروخ الذي تم تفجيره في يعني البحر المنطقة الإقليمية والبحر الإقليمي لليابان، ذلك إجمالا يعطي إشارة إلى أنه المستثمرين يتجهون إلى الملاذات الآمنة، وخصوصا في يوم الليكويديتي أو السيولة فيه منخفضة نتيجة إغلاق السوق الأمريكي، أسعار الذهب تتجه للارتفاع. لا نستطيع أن نقول عاد الذهب للارتفاع حتى يعود مجددا فوق مستويات 1250 دولار للأونصة، ولازلنا بعيدين بعض الشيء عن هذه المستويات، نحن عند 1224 دولار للأونصة للوقت الحالي، نحتاج إلى مزيد من المشوار بالاتجاه الصاعد، تأكيدات أكثر واستمرار في يعني أيام إغلاقات متتالية بالارتفاع على الذهب تعيدنا إلى فوق مستويات 1245 دولار للأونصة. نعم، أيضا ما قراءتك اليوم لأداء الأسواق العالمية بشكل عام اليوم، وأيضا العملات بعد التوترات الجيوسياسية؟ طبعا الدولار الأمريكي وهو الأساسي يعني ارتفع بشكل واضح، مؤشر الدولار الأمريكي فوق مستويات 96، وهذا يعتبر يعني بعد أن حومه طويلا يعني عند أدنى مستوياته في 8 أشهر يعود للارتفاع أمام معظم نظرائه، اليورو في اتجاه هابط في الوقت الحالي، وكذلك الجنيه الاسترليني في مرحلة من الاستقرار. طبعا مثل ما ذكرت لك هناك هدوء في الأسواق اليوم، عطلة في الأسواق الأمريكية بنتيجة يوم الاستقلال، وبالتالي ذلك يقلل نوعا ما من دخول المستثمرين إلى الأسواق في مراكز جديدة. نعم، سيد رائد خضر رئيس قسم الأبحاث في شركة إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.